مساء سعيد، تحية طيبة للجميع. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا ربما أنني واحد المدة طويلة ما وضعتش فيديو على القناة. إذا في هذا الفيديو القصير غادي نحاول أنني دائما نوضح واحد مجموعة من التساؤلات اللي كيطرحوها التلاميذ، باش ما تفوتنيش الفرصة. كنهنيكم على حصولكم على شهادة البكالوريا، وكما كيعرف الجميع أن شهادة الباك فهي واحد المحطة حاسمة في الحياة ديال المتعلمين، أو حياة ديال الإنسان، لأنه كتفتح ليه واحد ربما آفاق جديدة، والإنسان كيشتغل وكيتابر باش أنه كيحصل على واحد نقطة جيدة. كما كنتمنى أن التلاميذ اللي مشاو في الاستدراكي أنهم كذلك قادر على أنهم ينجحوا، قادر على أنهم يشدوا الباك ديالهم. مازال الوقت، مازال عندهم الفرصة باش أنهم يكتفوا الجهود ديالهم والعمل ديالهم باش أنهم ينجحوا. مازال الوقت. على أي، إذا في هذا الفيديو أول تساؤل اللي غادي نحاول أنني نجاوب عليه هو: فوقاش كتفتح المباراة ديال المدارس العليا للأساتذة؟ غالبا كما جرت العادة أن المباراة كتكون في بعد الدورة الاستدراكية، حتى كتكون كتفوت الدورة العادية والدورة الاستدراكية عاد كتفتح هذه المباراة. كذلك سؤال آخر من طرف واحد تلميذ اليوم كنت تلاقيته، وكان قال لي هو كتعجبو اللغة الإنجليزية، وكان قال لي المدارس اللي فيهم اللغة الإنجليزية. قلت له أنا ما أعرفهمش بالضبط حاليا، ولكن عشية راه غادي نقلب لك عليهم. وبالمناسبة أنني قلبت عليهم وغادي نحاول أنني نشارك معكم. بالنسبة أول مدرسة اللي فيها المدرسة العليا فيها اللغة الإنجليزية، كاين المدرسة العليا للأساتذة بالرباط فيها اللغة الإنجليزية كذلك. المدرسة العليا للأساتذة بفاس فيها اللغة الإنجليزية. ضف إلى ذلك المدرسة العليا للأساتذة بتطوان، إذن هما 3 ديال المدارس فيهم اللغة الإنجليزية. كذلك المدرسة العليا للأساتذة بمراكش ربما ما فيهاش اللغة الإنجليزية. نعم، المدرسة العليا للأساتذة بمكناس تتوفر على مسلك اللغة الإنجليزية. نعم، المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ما كتوفرش على اللغة الإنجليزية. إذا ربما 4 مدارس. غادي نمشيو للمدارس العليا للتربية والتكوين. المدارس العليا للتربية والتكوين اللي فيهم اللغة الإنجليزية كان بمدينة القنيطرة، أو المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة تتوفر على شعبة اللغة الإنجليزية. كذلك المدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة تتوفر على اللغة الإنجليزية. يزيد على ذلك المدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير تتوفر على اللغة الإنجليزية. المدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد كذلك تتوفر على اللغة الإنجليزية. إذا عدد كبير من المدارس.
كيتوفروا على اللغة الإنجليزية. المدرسة العليا للتربية والتكوين بابن ملال كذلك تتوفر على مسلك اللغة الإنجليزية. نعم، المدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة كذلك تتوفر على اللغة الإنجليزية، وكذلك كلية علوم التربية تتوفر كذلك على شعبة ديال اللغة الإنجليزية. إذن في هذا الفيديو عرفنا أن عدد كبير من المدارس كتوفر فيهم الشعبة ديال اللغة الإنجليزية، سواء في المدارس العليا للأساتذة بكل من الرباط وفاس ومكناس إلى غير ذلك، بالإضافة إلى المدارس العليا للتربية والتكوين. كذلك أغلبية ديال هاد المدارس كتوفر عليهم الشعبة ديال اللغة الإنجليزية. فيما يخص تاريخ وبداية التسجيل، غالبا تاريخ وبداية التسجيل كيكون في بعد الدورة الاستدراكية، غالبا في شهر، في أواخر ديال شهر أواخر شهر 7 ربما غادي يكون البداية ديال التسجيل في هاد المدارس. إذن إلى اللقاء ونلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله.